And those are the gentlemen that are here up until this coming Wednesday. We'd love for you to come by and dig Dizzy and Bird and Bud Powell. As I said before, three of the greatest gentlemen of modern day. شوارعنا ميتة بحاجة إعادة إحياء جيت من عالم الذر من قبل معادي بحيا عقل وعادي لحيا بفضل يكون عادل محيا أسطري مدون كميزان أعمال كنت أكيد معادي محيا اشتباك فصائل مراكب هجرة بنغازي أنا فكفك الحنك مع جينك بستو البازي عالم مو بمآسي فلبستو موازي مو آزي غير نفسي بنشر الجهل أنا لست راضي كتاب بحاوي بالمعنى البلدي فضلت حيواتكم بتعمي بلدي بتعني أني نظف وافتح البربي كل خوال بيقول عن حاله بيمزق له أبو البل مركب صهريج فاكر لما كنت كافر بمصر تصافن بما زلت فاعل أنا آثم فاكر لما كنت كافر بمصر تصافن بما زلت فاعل فأنا آثم خبر المسيح انزل على الأرض لأن الصبر داء الدواء داء لو بيت الحالي ببرودي قلبي على الصبر فإنك تعقى ولا أو تكون من العقلاء تفتكر بالعقل ما وصلنا لهم من دون عقبة في عقم بالعقل تنفيذ دايما ضد الأرض خطوط الاتصال بالسماء مقطوعة أنت وحدك فرق الدعاء من القلب مو الدعاء دعاء اعتناق السلام ما يحميك من اندلاع النار ثورة في داخلي مقاتل من طراز عالي مستقل عن أقراني انت مقلد من براس غالي عالي حشيشي أفغاني لست أفقاني حاطط على القافة داني صوف الساحة عافة مالي كل كلامي زافرماني موفر أي عشبة بضرب حتى الزعفراني ندف أغاني وبرضو ما كفاني البيت وحيد كزعتر واني زيت اشرب كاس الشاي وانت بتسمعني بتعرف اني ماني فيك ايماني بيت وانا في بصلي لكلاشنكوف جنبي انا جهادي من آل البيت I got fucking octopus coming out of my fucking ears, mate. I got that fucking Russian juice, my feet's coming through. How'd you like that? What do you want me to stay there and do nothing? Hey, I'm no fucking criminal, mate. I'm no boot of a thief. I'm Tony Montana, a political prisoner from Cuba. And I want my fucking human right now. Just like the president, Jimmy Carter says. Okay? منكمل الملحمة من بعد أبو البل بالبل وجهه غراب وجهه أشقم عم تعتير بيدل لا تنغر بالمنظر ترى المعاناة حاطت بنا يا صديقي هيا بنا حملنا كبير بيهد البنا لنبسط القوافي نقول للأشرار عوافي فضلت الجانب البارد أبناء عشير تجافي تبا كن خشن كن صلب كن قاسي لا اتبع العاطفة أنا من عظمة هلا سلاسي عايش حتى لو متت أمنت بصمتي طفل مثل عالم مقعد ينشر العلم بالصمت ما في عذر بالصبط على العلن ببدأ من الصفر كأني صاحب الوجه المقطب بعد ما نفك الأثر تاريخ طلعني على المريخ وطلع من مخي نحن ولاد اليوم عطينا الدغري لا بشد وترخي يعني كيف بتشد عناسك وبترخي لترامب يعني لست عرض المبادئ حطيتهم عالشام متعارف عليه الكلام طلع من شيخ ولا بيه لا تسأل قدي غمض عيونك وقول ايه فتوى غير قابل للجدل تقلت العدوى هي غسيل الدماغ تم شعور بالنشوة مين عند الجرأة يوقف بروبوغاندا ويغامر مين عند الجرأة يوقفا عن إصدار الأوامر مين عند الجرأة يطبع عليهم القانون الكافر مين عند الجرأة يقول الحق يبطل يتاجر سياسيا اقتصاديا اجتماعيا مسوسين بكل المجالات فكريا علميا على صيتنا الجميل كيف نفكر ممكن نندمج سالب وموجب لا يمكن ابدا ينمسج بعد هالكلام يحضرني قول شاعر الزمان خسرت الحرب مرتين سيد السلطان ما قيمة الشعب الذي ليس له لسان نصف شعبنا محاصر كالنمل والجرذان You're all a bunch of fucking assholes. You know why? You don't have the guts to be what you want to be. You need people like me.